مشاهدينا الكرام، موعدنا الآن مع أخبار الاقتصاد. نتحول فيها إلى دينا شرف والمزيد من المتابعات الاقتصادية إليك دينا. شكرا لك ليلى، شكرا لك نهى، والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود عجز في كميات معروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية، وأكد المركز على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز بكافة أنواعه، ومع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق والمنافذ التموينية بكافة محافظات الجمهورية. توقعت وكالة فيتش زيادة أهمية الاستثمار الأجنبي في مصر مع مضي الحكومة في زيادة استخدام عقود الشراكة بين قطاعين العام والخاص، وسلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلط الضوء على تقرير وكالة فيتش الذي أكد بقاء المشهد التنافسي في مصر متنوعا مع وجود منافسة قوية على العقود بين الشركات المحلية والأجنبية لتمويل مشروعات البنية التحتية من خلال مزيج أو متوازن نسبيا من الإنفاق الحكومي وتمويل التنمية، مؤكدا أن الاستثمار الأجنبي هو الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أكد وزير البترول طارق الملا ضرورة الإسراع في مشروعات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية وإنتاج الهيدروجين الأخضر والاعتماد على التكنولوجيا والتقنية الحديثة في مجال التعدين للحفاظ على البيئة، وخلال لقائه مع وزير البيئة الأسترالي ريس ويتبي، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، أشار الملا إلى أن هناك فرصا واعدة في مصر في مجال التعدين بعد الإصلاحات التشريعية التي تمت. ومن جانبه قال وزير البيئة الأسترالي أن مصر تقدم نموذجا رائعا في استضافة قمة المناخ التي ستخرج بنتائج إيجابية. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية بداية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب ووسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه لغلق عند مستوى 793 مليار و24 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.91% لغلق عند مستوى 11980 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.18% لغلق عند مستوى 2279 نقطة، وقفز مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.98% لغلق عند مستوى 3340 نقطة. قال رئيس الوزراء الصيني لي كي تشانغ أن اقتصاد بلاده نما 3% خلال الأربع الثلاثة الماضية، وإنه يمضي في اتجاه صعودي وتعهد بمواصلة دعمه بمجموعة من السياسات. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الصيني مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستيلينا جورجيفا، وذلك على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في كمبوديا. ختام أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى ليلى ونهى، إليكما. شكرا لك دينا.